And I say you should sound the charge. Can I? Misia? If you want, just stay in view. Come on, soldier. Charge! Charge! عودة جديدة لقصة الطاعون، مغامرة مؤثرة درامية وتخلط بين الخوف والحزن والغضب في قالب واحد، مع شخصيات بريئة تواجه أصعب المواقف اللي ممكن ترهق أقوى البشر. حياكم الله معاي في مراجعة جديدة للعبة A Plague Tale Requiem. معكم خالد من جيمر سناك، أتمنى تعجبكم المراجعة وتستمتعون فيها، والأهم تستفيدون منها. لا تنسون اللايك الحين وانشروا المقطع للأصدقاء وخلونا نبدأ. إصدار اللعبة راح يكون في 18 أكتوبر على الأجهزة الجديدة فقط بلاي ستيشن 5 والإكس بوكس سيريس بالإضافة للبي سي، وبالمناسبة اللعبة راح تتوفر على خدمة إكس بوكس جيم باس، لكن على منصات أخرى لازم تشتريها، واللعبة تدعم اللغة العربية في القوائم والترجمة. بالنسبة للأحداث والقصة ناخذ عنها فكرة عامة بدون حرق. تستمر الأحداث بعد الجزء الأول بتقريبا 6 أشهر. إميسيا وهوغو واصلوا إلى منطقة الجنوب في فرنسا، واللي لقوا فيها استقرار وهدوء وناس عايشين على طبيعتهم بعيد عن المشاكل. لكن وصولهم لهذه المناطق أو الرحلة كانت عبارة عن مجرد عبور للوصول إلى هدف معين في أحد الجزر. ومع بداية القصة من الجوانب اللطيفة فيها أن إميسيا تحاول تعوض أخوها عن المعاناة السابقة والحالية، وتبحث عن أي فرصة أن ترجع إلى براءتها كطفل وتعيش مع طفولته. مع بداية الأحداث وأنت كلاعب راح تندمج مع هذا شيء وتحس انك طفل معهم. عجبني استخدام شرح اللعبة في طريقة الجيم بلاي في هذا الموضوع، تلعبون بعض ألعاب الأطفال مع صديقكم في تقريبا أول نص ساعة من اللعب، بالإضافة إلى التجول في الأسواق وتشوفون الحيوية، وأيضا هيوغو ياخذ فرصته ويعيش لحظاته كطفل حقيقي. وهذا الشيء عجبني انه مستمر في اللعبة، في بعض الأحيان أي فرصة يلقونها يحاول انه يلعب ألعابه الخاصة. لكن أكيد مع استمرار الأحداث راح تحصل المشاكل والتحديات وجرائم، بالإضافة إلى مطاردات لا تتوقف. لو بختصر عليكم الموضوع بشكل عام، القصة أفضل من الجزء الأول، تحمل مشاعر أكثر، مشاهد سينمائية بالإضافة لأحداث تشد أكثر. أيضا محتوى اللعبة مليان بالحوارات، دائما الشخصيات تتكلم ما يسكتون أبدا، سواء إذا كانت معاهم شخصيات مساعدة يشرحون لك أشياء من القصة أو يتكلمون عن الحدث الحالي، ودائما يهمسون وخلنا نروح نسوي كذا ونسوي كذا، فراح تعطيك اللعبة شعور أنك فعليا مع الشخصيات، تسمع حتى الهمس ما بينهم بكل شيء. Be careful. You're too tired. Don't worry. لكن مع استمرار القصة عجبتني بشكل كبير، خاصة انها راح تاخذ منحنى جريء جدا وراح يرسخ في رأس اللاعب لفترة طويلة. القصة مو بس انها افضل من الجزء الاول، بل تعتبر من اجمل القصص اللي لعبتها في هذه السنة. فعلا القصة بتهز المشاعر بقوة، وجدير بالذكر انها مشبعة بشخصيات مساعدة في كل قسم في اللعبة وتاخذ قصصهم. بالنسبة للجيم بلاي او نظام اللعب، اللعبة مغامرات خطية وتركز على عنصر التخفي بالمقام الاول، لكن مع امور ثانية من ناحية الاكشن والقتال المباشر في بعض الاحيان وحسب الموقف اللي انت فيه. وطريقة اللعب بشكل عام نفس الجزء الاول، لكن مع بعض التحسينات البسيطة. حركة الشخصية تقريبا ما تغيرت، وراح تحس بالشعور السابق انك مكبل وكأن شخص ماسك يدك وانت تلعب. طبعا هذا نمط اللعبة، لكن توقعت انه يكون محسن اكثر عن الاصدار السابق، لكن تقريبا الشعور نفسه. المهم ان اللعبة فيها تفاعل اكثر حسب المواقف، بالاضافة لاستخدام الادوات المختلفة، وعندك طاولة اللي تصنع فيها اشياء وشاشات تختار منها بعض الاسلحة، وتطور ايضا مهارات الشخصية. وعجبني موضوع الانفتاح في اللعب، راح يكون في مساحات بعض الاحيان انك تاخذ طريق براحتك، يعني تعطيك اللعبة شعور حرية نوعا ما، واحيانا تقدر تستكشف وتحصل على صناديق فيها مواد تفيدك. لكن حتى لو تشوفون بعض اللقطات تحس ان اللعبة واسعة وعالم مفتوح وهذه الامور، لا، اللعبة راح يكون نطاقها خطي مقيد. ايضا الادوات اللي تستخدمها محدودة نوعا ما، يعني ما فيها تنوع كبير في الاسلحة مثل ما تتخيل، راح يكون عندك اسلحتك المعتادة والسهم المحدود اللي ما راح يخليك تستخدم اللعبة كلعبة قتال، يعني تقدر ترمي الصخور والنار وهذه الاشياء علشان بس ترسم طريق وتهرب فيه، او يكون عندك سهم اللي ممكن تقتل فيه بعض الاعداء وتقدر تواجههم، لكن محدود جدا، يمكن عندك سهم او سهمين او ثلاثة وبعدين ترجع للاسلوب الاصلي والهروب. باختصار طريقة اللعب انت تشوف تحركات الاعداء وتستخدم معهم الادوات اللي معاك علشان تعبر مكان معين، لكن هذه المعدات نفسها الحلو فيها ان تقدر ترقيها مع الوقت، ممكن تعطي اضافات اكثر في الجيم بلاي ومتعة اكبر. فاللعبة تقريبا تجاوز عقبات وتخفي، لكن الأهم اللعبة فيها كسر روتين، في بعض الأحيان تستخدم أمور مختلفة عن المعتاد، غير زيارات المدن اللي تتمشى فيها، أيضا راح تتحول اللعبة عليك، مثلا تلقى لك سفينة وتقاتل فيها، أو مثلا تتحول اللعبة مطاردات كأنها نظام كراش،
أو مثلا تستخدم هيوغو نفسه اللي راح يكون عنده بعض القدرات اللي يقضي على الأعداء، مثل خاصية التحكم بالفئران اللي فعلا كانت رهيبة، خاصة في شعور الدول سنس في الكنترولر. وعلى طاري الفئران، أكيد راح يكونون موجودين في بعض الأماكن اللي صعب أنك تمر إلا بحل الغاز وتجاوز العقبات بطريقة أصلية شفتوها في السابق، لكن فيها بعض الأفكار الجديدة. لكن بعد كل كسر الروتين في التنوع اللي قلته، أيضا راح ترجع اللعبة لنظامها الأصلي في أغلب الوقت، نفس الجزء الأول بالضبط. شخصيا أشوف الجيم بلاي لا بأس فيه، أحيانا راح تستمتع فيه، أحيانا راح تتضايق منه، وأنا شخصيا تمنيت أنه يكون أفضل. بالنسبة للجرافيكس أو الرسومات، فعلا أبهرتني في اللعبة، خاصة على منصة البي سي. اللعبة جربتها على البي سي وعلى البلاي ستيشن 5. الرسومات على المنصتين خرافية من ناحية تفاصيل وواقعية وتأثير الإضاءة والظل وهذه الأمور، لكن أكيد نسخة البي سي متفوقة بمراحل من ناحية الوضوح، بالإضافة لإطارات السلسة. نسخة البلاي ستيشن 5 فيها محدودية شوي في الإطارات، أحيانا بتحس أنها ثقيلة في بعض الأماكن في اللعبة، طبعا هذا بسبب قوة التفاصيل، واللعبة فعلا مظهرها جدا واقعي ومليان تفاصيل، فصعب أنك تلعبها على إطارات أعلى. في البلاي ستيشن ما حصلت خيار مثل النمط والبرفورمانس وهالأمور، ما في اختيارات، راح تلعب بنمط بريست هم مسوينه لك. لكن على منصة البي سي اللي عجبني الدقة عالية جدا، وبنزل لكم مقطع جيم بلاي. حتى أخوي لما وريت الرسومات يقول هذه أفضل من Red Dead أو Last of Us، من ناحية طبعا التكستر في المراحل مش الشخصيات وهذه الأمور، لأن اللعبة فيها تفاصيل واقعية على الأرض وعلى المباني وهذه الأشياء اللي فعلا فعلا واقعية. لكن بشكل عام رسومات اللعبة على المنصات تعطيك جو أنها ساحرة وواقعية، وفيها أماكن حلوة، واختلاف البيئات والتلوين عجبني جدا أكثر من الجزء الأول اللي كان فعلا كئيب. ايضا التنوع في المراحل والبيئات واختلافها وقوة الرسومات عطى اللعبة احساس جميل جدا، واللي زاد من متعة المدن اللي راح تزورها هي الرسومات والتفاصيل الموجودة في الناس، في الحيوانات، في الاسطح، في كل شيء. فعلا باختصار رسومات اللعبة رائعة. بالنسبة للمميزات، اول ميزة في اللعبة هي القصة اللي فعلا كانت ممتازة، مهما لاحظت عيوب في اللعبة او ما عجبك الجيم بلاي او مدتها، لكن القصة لازم تعجبك. اللعبة هي حكاية واتقنت هذا التوجه، قدمت قصة رائعة ومؤثرة وتخليك تجرب جميع المشاعر مع بعض، الحزن، الخوف، التوتر والغضب. ثاني ميزة في اللعبة هي الرسومات اللي فعلا كانت رائعة، وبسهولة من افضل الالعاب رسوميا في هذه السنة. بالنسبة لثالث ميزة، عجبني تحسين اللعب بشكل عام والأفكار اللي حطوها جديدة في الجيم بلاي، ومسيرتك راح تتغير في بعض الأحيان. فأقدر أقول أن اللعبة اللي يميزها التجديد في عنصر الجيم بلاي، ولو أنه قديم أو مشابه الجزء الأول، لكن بعض التحسينات ساعدت على أنه يكون ممتع. رابع ميزة في اللعبة هي المراحل، التنوع فيها ممتع جدا، كل مرة بتروح مكان مختلف بين الغابات والجبال وأيضا مرتفعات ومدن، يعني التنوع هذا عجبني صراحة، خاصة أنه مددولك على 15 ساعة، فكل شوي بتشوف مكان جديد وتستمتع في الأجواء في المراحل. أما بالنسبة للعيوب، أول عيب في اللعبة هو موضوع القتال اللي لا يزال مستفز، ويخليك بعض الأحيان تحس أنك مقيد مثل ما ذكرت، ولا تقدر تسوي اللي تبيه، ما راح تحس أن كل المعارك متقنة، وأحيانا بتحس أن في شيء غلط في القتال، وغالبا اللعبة راح تخليك تستخدم أسلحة معينة في المكان كأنه في مزاج اللعبة مو مزاجك أنت. ثاني عيب في اللعبة هو التحكم نفسه، أحيانا راح تنزعج من حركة الكاميرا وحركة الشخصيات وطريقتها، غير أنها مظهرها غير واقعي في بعض الأحيان، أحيانا تكون عليك سلبية في التحكم في اللعب، يعني لما تشوف هذا المستوى الرائع من الرسومات، اللعبة لما تتحكم في الشخصية راح تذكرك انها لعبة وكأنها غير واقعية. اخر عيب في اللعبة لاحظت ان فيها بعض المشاكل التقنية، ممكن تتغاضى عنها لكن بعض الاحيان تخرب عليك التجربة، فتحتاج تسوي تشيك بوينت وتعيد المحاولة. بالنسبة للخلاصة، A Plague Tale Requiem لعبة تستحق التجربة، ومستحيل انك تلعبها وما تعجبك، خاصة من ناحية القصة، اجواءها جميلة وشخصياتها حلوة ومشبعة بالشخصيات والمواقف. اكيد الجيم بلاي راح يعطيك شعور التكرار، وثلاث ارباع اللعبة نفس الشيء، مع هذا راح تستمتع وبتشوف اشياء في القصة ومواقف مثل ما ذكرت تكسر عليك الروتين. وحتى لو ما عجبتك اللعبة من ناحية جيم بلاي، ارجع اقولك ان القصة جدا رائعة، واشوف انها افضل قصة في هذه السنة لو استبعدنا مثلا Last of Us Part 1. المهم احب انوه، اذا ما عندك فكرة عن السلسلة انصحك تلعب الجزء الاول قبل تفكر بالجزء الثاني لأنه تابع له، وإذا كنت مختم الجزء الأول وعجبتك القصة ضروري أن الثاني ما يتفوت. حتى لو حسيت أن نهاية الأول اكتفيت فيها ما تبي جزء ثاني، أنا متأكد أن المغامرة هذه راح تكون جدا ممتعة بالنسبة لك. في النهاية كانت هذه مراجعتي للعبة، أتمنى عجبتكم، أتمنى استفدتوا منها واستمتعتوا فيها. خليك مشترك في القناة، راح أنزل مقطع جيم بلاي على البي سي بأعلى إعدادات ممكن تشوفها. لا تقصرون بالدعم باللايك ونشر المقطع للأصدقاء. يعطيكم العافية على المتابعة، كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.